بغينا ديك القطار اللي تربح. الجزائر لا. لا الجزائر لا، عدوين ديالنا. عدوين ديالنا. ما كنحملوش المغرب. بغينا قطر ولا مصر للدي ولا تونس. احنا كلنا نشجعوا قطر. قطر. ما عندناش الجزائر عدوة. دوزيام فرنسا. الجزائر ما خداماش. قطر اللي غادي نشجعوها اليوم، انا واخا ما عنديش مع كره ولكن غنتفرج فيها ونشجع القطريين. انا غادي نشجع قطر اليوم، شي قطر حنا كنا عرب. شخصيا قطر. هو التفاؤل الا كان التفاؤل معلوم، الا كان الانسان تيبغي واحد الفرقه تيتفائل عليها. نتفائل بقطر، ايوا نشجعوها علاش لا. غنتفرج ونشجع قطر، ان شاء الله قطر هي اللي غتربح اليوم. اصلا عندهم فرقه مزيانه ولاعبين في الميدان ديالهم وعندهم بزاف امتيازات. واش غنقول لك؟ انا محب للرياضة، محب للكرة، الاكثر يا قطر. قطر لان لاول مره باش لعب كره باش سميتو بغيناها باش توصل والبلد منظم. هذا هو قطر، هذا هو. ان شاء الله اليوم قطر. ان شاء الله ان شاء الله نطلب الله تبارك وتعالى باش نتبعوها، ان شاء الله نتبعوا هذه المباراه. قطر اللي تربح ان شاء الله بربي. Ha 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 ha!